قبل كل شيء الحمد لله على ما قدر الله. الحمد لله كل حاجة كيسبها لنا الحق سبحانه وتعالى، وكل واحد كيبتلي الله بأين حاجة، حيث حنا ما دام حتى واحد ما دام الرسم لنا الغدا شنو غادي يكون. أنا توفى لي الرجل الأول، خلى لي وليد، خلى لي ولد 6 شهور. خوتي إخوانيين ما كيبغوش مراته وخا ما مجوجاش. المهم أنا تزوجت بهذا الرجل الآخر، استرني وبغيت زعما باش نكبر معاه هذاك الوليد، لأن توفى لي باه ولد معايا 2 وليدات، الاخراني خلى لي في 40، بس ما كملتهاش، بقى لي 7 أيام باش نكمل 40. انا عقل عليها كل شيء البارح، ما لقيتش ما ناكل، كيرضع الدري و كيبغي يرضع، كيبغي يرضع ما كيلقاش، كيلقاش عندي باش يرضع، لانه هو زاد وخلاني، زاد مشى مع وحده اخرى وخلاني، ما كناكلش باش غادي يلقى الحليب، ما واكلاش بداك هو النهار اللي مشى بركت يومين ما كليتش، ما قدرتش نقول شي حتى عطيني ولا ما عديش. كتعرفي بنادم نافس ما قادش ينوض حتى الوالده بالفتيح ديك الساعه، ما قادش حتى نوقف، ما عنده ما يرضى، ما لقيش الحليب باش نعتقه، هو كيبات يغوت وانا قلبي كيتحسك عليا، ما قدرتش كيفاش نواجه الامر، والاخر كيغوت بالجوع، والاخر تا هو مسكين واحد الحاله ما الحمد لله وصافي الله مالك الحمد. اضطريت هبط عند واحد مول الفران، يلا كي كملت 40 بالنهار هبط عند واحد سيد مول الفران جمال، كيقول لي جمال خديت من عندو كرواسة، كنهزها فوق راسي كنديها للمرسى كنبيعها بدرهم، عندي 4 دريال في كرواسة وحدة، كل وحدة عندي فيها 4 دريال، كنجيبها بعد الحليبة للدري وقوت راسي انا وداك الشيء. ومولات الكرا لمات عليا ديك الساعة الكرا وخرجاتني يا باش مشيت، اضطريت مشيت عاود تاني تصوري بنتي يومين في الزنقة، يومين الأولاد طريبي هاوي يومين حدا داك بوسمارة اللي في المدينة، ندخل المرسى بنهار نضل تما باش فيها كرواسات، مو بالليل جيت تكعت خرجت لي مول الدار ما لقيتش فين نمشي نعس انا والدراري، كان جيت من هذيك الجرده ديال المسمار كنبقى باركه حدا ولادي وناعسين وانا نعست عليهم، نخاف لي يهزوا لي شي واحد. المهم علاش القط جمعت شويه وتلاقيت مع واحد السيد مسكين بقى عقل عليها بطاريه 2000 ريال، جمعت كانت عندي 8000 ريال، هي فاش مشيت كريت بيت ب 10000 ريال في 10000 بالموطو في المسيره، البيت ب 8000 و 2000 ريال ديال الموطو صغيور، كنعس فيها انا ولادي، ولادي كنعس مراي وانا رجليا كيبقاو برا، ديما خارجين على العتبه يعني، ونهزو تاني في الصباح ونوض مع 4 ديال الصباح، ما عندي ما ما ما, ما عنديش كيفاش ندير، الا ما خرجتش ما نقدرش ما نلقاش ما ناكل ولا باش نوكل الدراري، كنركب هذاك كنهزو كنديرو قدامي صغيور، والاخر كنديرو في ظهري، والاخر كنجرو في يديا، وكنمشي للمارشي، كندخل المارشي مع 4 ديال الصباح، ندور لقط الخضيره هكا وديرها في الخرشه، ندير خنيشه ولقط متصوري، كندير الخناشي بجوج هنايا نعقدهم نديرهم هنا، وناس نوق فوق راسي باش كنعمرو، وهما لا كبير الا الشاري واد كاع كيضربو ليا رجليا راني شحال من مره، وانا دابا عرقي ولا كيضربني بداك التعب اللي كنت كنهز قوت تقل بزاف باش نلقط ديك الخضيره نخرجها برا نديرها عراير بات ونبيعها، نخرج من تما نسالي مع 12 نجي للدار نحيد الدراري كوش نغسل ليهم نبدل ليهم نصوب ليهم الحاله ديالهم داكشي نديرهم ناكلوا نرضع هذاك، انا ما كنرفس للدري كنهز معايا ماكلتي في الخبز كنديها معايا حتى غادي يمشي عليا الحال، انا نوكلهم غير هما وندير انا ماكلتي في الخبز، ونخرج نمشي تاني للمرسى تاني نطلعوا تاني مع الباريخات نلقز من الباريخه للباريخه ومراكبين هذاك انا وهذاك انا، والله العظيم الى ملي كنوصل محلي وحق الله ربي شهد عليا كنبوس الارض كنقول الحمد لله ما طاح ليا حتى واحد للبحر وما طحتش انا، كنلقز من الباريخه للباريخه حتى كنولي وسط البحر باش نلقى الراس نطلبوا على داك الصديق كنبيعو نشري منو الحليب نشري منو ليكوش نشري نجيب منو داكشي اللي خاص للمبيحين القط منو كنحط 400 ولا الفرانك ولا القص بلا نجمع الكرا، وانا ديما كيخرجوا لي مال الدور حتى ما كنلقاش باش نخلص الكرا، انا ديما كنخلص وكنعاود الا ما لقيتش تاني انا بحال هكا عايشه بقدره الله، عايش بقدرة الله، أنا دابا حاليا ما عنديش الشباب ما تغديناش، أنا صافي 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 عييت، زاد عليا بزاف حيت ما كانش ما عندهمش باش غادي يوقفوا هاد الدراري، أنا الكبير أنا قريته وما
ما كاين حتى شي حاجه. وقريت ورشه الدبلوم مبارك. الوسطاني تي اللي كان كيعاونك شويه كان كيعاون لي دابا شويه، داك هو اللي كان كيعاوني شويه وتشد لي على والو. على قبل واحد السيد ضحك، الراجل كبير واحد كان سكران وبدا كيعير شير عليه بحجره، ما عرفتش ليه ديك اللي قال لك شير عليه باب اللي جابو يدوي معاه جبد عليه تا هو بغى يضربو. داك الشيء الزق ضربو لي الدري، هادشي علاش مشابه حنا ما كندوزو واحد عبرني حياتنا كاملة داز داخلين سوق راس وما كيعمروش ما حيت حيت عندهم كيفاش نقول لك عندهم واحد إحساس الداخل ديالهم كيشوفوا الدراري مع بواتهم ويفرحوا بواتهم واللي يشريو لهم بواتهم وما عندهم واحد النقص كبر معاهم يعني ما خدوش واحد الفرصة في الحياة باش ما خدوش ناقصين من بزاف الطفولة ديالهم ما لعبوهاش. كنجرب كنديهم حبسهم في ظهري حبسهم يعني ما لقيتش فيهم الجهد ما لقيتش الجهد لان انا اللي ما خرجتش راه ما كاينش هاتي انا اللي خرجت راه ما لقاش بحال دابا انا دابا خارجه خرجت انا رجعت انا جايبه درهم اش غادي ديري كاع تتلاشتي هات هات ما عندي والو ما ياكل والو ما عنديش هات السكر هو هذا انا خاصني شي ما بقاش الظرف الزلاقي هكا ولا على قبل الدراري كنمشي غير نجوها مع هكا ودير كلينيكس وبيع كلينيكس داك الصغير وصافي يعني باش هكا نعمر يدي وصافي ما بان ليا ما ندير والو ما بان ليا ما ندير الصنعة لا تاع حاجة والو. انا اصلا دابا انا كبرت انا اصلا مريضة عروقي كيتقطعوا لي من هنا بالعصب داكشي اللي تلا ليا انا تحطمت ماشي عييت. انا كبرت في الفقر يعني ملي تزوج جلسة ما كان شنو نقول لك الحمد لله هادشي مقسمو علينا الله حقا اللهم لك الحمد. ولكن وانا شفت لله اشوف في وجه الله في وجه الله غير شوفها بلادمير يشوف بحال هكا الانسان وليا مكسورة جناحي جناحي مكسر كلهم ضعاف انا واحد راه داير العمليات هو دار ما تبروش عليه عرق في القلب هو اللي كان كيعاوني ب 4000 ريال الشهر كان كيصيفط عليا مسكين راه هو تبروش عليه عرق في القلب راه هو مبارك بريت هو راه دار العمليه داروا عليها المحسنين ما عندناش كلشي ما بحالوش ما عندناش حنا ما خلونا والدينا والو كبرنا في بيت حنا زاد الفلوس الوالد توفى الله يرحمه الوالده اللي بقات تا هي خيرين العوينات هو عندها بدل ديالو كنطلب بغيت واخا امي حيلا واخا يكون عبيد ما يبقاوش عليه ولا كل شهر الخمم وانت في قصر دابا ثلاثه الورقات وانت ملي غادي تجيبو دابا الشهر دابا خصني نخلصو ما عنديش باش انتي جيتي على غفله باش غادي بعد عام تاع الشهر الدريري ما صيفطش لي مسكين لي ما عنديش دابا انا ما عنديش انا جيب دراهم وريتها لك بيديه يلاه خديتها يلا خديت انا عطيت لها داك الفطر وانا ما تمشي حتى اللي طلبت خبيز عطاني فيه واحد السيد عطاني فيه شويه السبت والكوفيتي لواحد بول الحانوت كليته يلا كي كليتو ديك الساعه قربت انتوما تجيكوش ضربت شي وكل لقيتي اللي كناكل فيه ما لقيتش انا دابا كنخمم دابا كيفاش غادي ديري يلا